هو ينفع يا عم صبحي اللي انت عملته ده؟ بوظت علينا فرحة الاحتفال بنصر 6 اكتوبر. ده انت لو قاصد مش هتظبطها كده. بس ايه حريف، خطة في منتهى الذكاء. يوم اجازة والناس كلها مركزة مع السوشيال ميديا، تطلع انت وتقول ان المحل اتباع تحت ظروف قهرية، ونقعد احنا بقى دماغنا تودي وتجيب. وانا بصراحة زعلت على طاجن العكاوي. بعدها بقى تطلع لايف على مواقع كتيرة تعيط وتقول انا اتنصب علي وبقيت ضيف في مطعمي ومش بياخدوا مني لحمة، ومراتي باعت ذهبها واستنوني في مطعم تاني، وانا بنتي كابر بس هي اللي معاها الوصفة السحرية. هو انت لسه فاكر يا عم صبحي؟ ده اتباع من سنة بسبب الديون اللي كانت عليه، والناس شغالة عادي جدا. وبعدها تقعد تقول انا هبدأ من الصفر. صفر ايه يا عم صبحي؟ ده انت بايع ب 320 مليون جنيه وعندك مزرعة قيمتها فوق المليار جنيه. صفر منين بقى؟ يا ريتنا بقى صفر زيك كده. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونق في السفرية دي. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمنه غايص. لكن اللي غايزني اكتر ان اللي اشترى صبحي كابر طالع يقول مستعد ارجع المحل. هو ده ينفع يعني؟ وعدنا يا رب. وقال بقى ان السبب المشكله دي واحده ست، ان كيدهن عظيم، وصبحي بيعمل نمره وشويه كده وهيهدوا وهيرجعوا يتصالحوا تاني. نتعلم ايه بقى من الدرس؟ ان دوام الحال من المحال، وان الطمع وحش. ازمه وتعدي يا عم صبحي. معلش معلش والنبي، ممكن بس طاجن عكاوي وورقه لحمه بالبصل وشويه ممبار كده؟